بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كنا نتحدث في سورة الأنعام الآيات 75-76 إلى آخره، من أجل أن نوصل في الدرس الماضي نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وبينا بأنه آزر مش والده وإنما أبوه، وبينا أنه الأب بتكون الوالد المباشر أو العم أو الجد، وبينا هذا الكلام. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، طيب، ليكون من الموقنين، لا وإنما وليكون، معناته في شيء محذوف. إذن وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لكذا وكذا وكذا وليكون من الموقنين. من ضمن احتمالات ولكذا اللي هو ولنتخذه خليلا مثلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب الآن شوية بدنا نقرأ الآيات بدون هذه الآية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، لأنه الفاهي فلما معناته في اتصال في الكلام، في اتصال في الكلام مع مين الاتصال؟ واضح الاتصال إذا مع الآيات اللي سبقت. إذا الآية اللي بينهم اللي هي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما. إذن لاحظوا، إذن هذه بدايات كانت في إبراهيم عليه السلام. لاحظوا أنه إبراهيم فطرته السوية السليمة مش عم بيقبل الشرك، ومش بس ما بيقبلش قلبيا، ويصرح لمين؟ الناس معتادة على فكرة تأخذ عقائدها من آبائها، تأخذ عقائدها من آبائها ومن قومها. هون فطرة إبراهيم عليه السلام اللي إطلاقا لم يكن في يوم من الأيام مشرك، وإحنا ذكرنا في المرة الماضية إنه وما كان من المشركين لم ترد إلا في إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم. فإبراهيم عليه السلام لم يمر عليه لحظة أن كان من المشركين، لأنه هذا بده يوجهنا الآن في التفسير، ما مر عليه ولا لحظة. لكن شخص مثل هذا لاحظوا فطرته تأبى الشرك، وهون بدي أتوقف شوي وأذكركم لأنه بدنا نبني عليه. كل هذول الناس كانوا يؤمنوا بالله الخالق، كل المشركين في الأمم المختلفة تؤمن بالله الخالق، ولكن مشكلتهم في الإشراك. إيش الإشراك يعني؟ بيتخذوا مع الله آلهة، وغالبا هذه واسطة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أما لازم يكون في ذهننا أنه بيعرفوا الله الخالق، لكن الله الخالق عندهم فوض لآلهة أخرى أدنى منه تدبر الخلق تعبد، وهي بتكون واسطة. هذه مهم نفهم أنه الأمم كلها كانت تؤمن بالله الخالق الذي خلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، بيعرفوه. هذا إشي بدهي في الأمم، حتى الأمم المشركة معروف. لاحظوا إني أراك وقومك في ضلال مبين، صرح فيها لمين؟ في مواجهة أبوه
واللي هو مش والده أبوه وقومه. واضح انه على ما يبدو كان في عيد من اعياد عبادة الشمس. واحنا قلنا انه الشمس على فكرة في الامم القديمة اكثر ما عبد الشمس، ولكن في امم كانت تعتبر زي العرب القمر هي الاله الاكبر. القضية مش قضية حجم، لا، وهو ذكر، واللات هي الشمس وهي انثى. في امم ثانية لا، الشمس هي الاله الاكبر، وكثير امم اتخذت الشمس الاله الاكبر. بس هذا الاله الاكبر مش هو اللي خالق السماوات والارض، مش هو هذا اللي بيشرف وبيدبر. لاحظوا مثل هذا التصريح من ابراهيم وهذا الموقف انه ما بيقبل الغلط، ومدرك تماما انه لحد الان مش موحى لابراهيم عليه السلام، مدرك تماما انه الشرك هذا مش مقبول. هو وقومه بيعرفوا الله الخالق، بيعرفوه، والشرك ايش هذا؟ ما قبلها. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهم اهل قريش كانوا بيعرفوا الله، ولكن ايش الشرك هذا؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان مش متقبل بفطرته هذا الكلام اطلاقا، وما مرش عليه لحظة عبد فيها اصنام قومه اطلاقا. لذلك الرسول كان حائر، ايش هذا؟ هذا مش صحيح، لابد ان اتجه الى الذي خلق اصلا، اللي خلق السماوات والارض هو اللي بده يهديني، اما هذه الالهه. وقلنا في المره الماضيه اذا بتذكروا انه كانوا بيعبدوا افلاك زي الزهره، زي الشعره، زي الشمس، زي القمر، وكواكب اخرى، وكانوا يقيموا في الارض اصنام لهذه الالهه، بيعبدوا الأصنام، وهي في الحقيقة إيش بترمز؟ للأفلاك. حتى عند الفراعنة لما يموت الملك بصفي نجم من النجوم في السماء، نجم من النجوم في السماء بيرتقي، لأنهم كانوا بيعتبروهم أرباب برضو، والأرباب كثيرة، بس في الله فوقهم. تمام، مشان نصحح، مشان نفهم منيح. إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري. أيوة، هاي أول خطوة. هذا الإنسان الآن اللي مثل اللي أولا فطرته تأبى الشرك من أصله وترفض كل هذا، ومش بس هيك وبوقف وبيصرح بالحق، وهو طبعا لحد الآن برضه مش مهتدي. كيف لما الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا، فهذا بده يعرف ايش هذا. هذه كل الآلهة مش مقبول، اللي خلق السماوات والأرض لابد انه هو اللي يهدي، اما انه نفوض تدبير لآلهة صغيرة لا مش صحيح. نفس الشيء على فكرة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء بنفس الطريقة. الآن يبدو انه لما سأل، لما اتكلم عن مع ابوه، وراح تلاحظوا لانه استخدام الفاء بدل على انه كان في كانه عيد من الاعياد اللي بيتم فيها عباده هذه الافلاك اللي لا تراغ معظمها الا في الليل، وبتدرجوا فيها عبين ما يشرق ايش الالهه الاكبر اللي هي يعني الشمس. الالهه اللي هي اكبر هذه بتشرق في الشمس، فيبدو انه في ليله من الليالي اللي هي غالبا من خلال دراستك للوضع ممكن تكتشف انها من الليالي الطويله. مبين ليش من الليالي الطويلة، الطويل، الليل الطويل. وعلى فكرة هم يعني لما كانوا بيعبدوا الشمس في مثل هذه الأيام كان في أعياد خاصة، لأنه فيه بيصير انقلاب إيش، وانت صار الانقلاب الشتوي هو أول امبارح، في مثل هذه الأيام كانوا بيعبدوا في أعياد خاصة. ولاحظوا الليل الطويل هذا برضو، الليالي الطويلة هاي. ولحد الآن في لغة الأجانب بينا في المرة الماضية كيف لا يزال تأثير الوثنيات القديمة. شو بيسموا يوم الأحد اللي فيه عطلة؟ صندي، يوم مش يوم شمس. يوم الشمس صندي، يوم الشمس. لاحظوا، وفي هذا وقت الانقلاب وبينا أنه في هذا الوقت كانت تعبد آلهة ثانية، والغريب أنه المسيحية توافقوا مع عبادة مثرى والتفاصيل هاي اللي أشرنا لها في المرة الماضية. طيب، يبدو أنه معل قال له أبوه أنه نعم إحنا مش هاي الأصنام اللي نعبدها، يعني هي مش هاي ترمز إلى إيش؟
إلى الآلهة اللي في السماء. آلهة في السماء، طيب كان معهم يبدو في فترة إيش العيد هذا اللي فيه بتتم العبادة، وتبدأ وانت في الليل، تبدأ وانت في الليل. طيب الآن إذن يا بني مش هاي اللي بنعبدها إحنا، في عنا كذا وفي عنا، ما كانوش يعبدوا إلى آلهة واحدة، في عنا القمر وفي عنا الزهرة، في عنا الشعرة، في عنا الشمس، هذه بتقربنا لله. طيب يبدو أنه إبراهيم عليه السلام حضر عندهم، فلما جن عليه الليل، جن عليه الليل، واضح أنه إذا كان الجماعة بيبدأوا عيدهم في الليل عبما تشرق الشمس ثم تغيب، يعني بتأخذ ليل ونهار وهم بتعبدوا في مكان ما أو في بعض المعابد أو بيخرجوا لمكان، واضح أنه في الليل أكيد ما بيكونوش ضوين مشاعل ولا غيره. ليش؟ لأنه الآن بدهم في أول ما تظهر الزهرة مثلا، أول ما تظهر الزهرة، والزهرة على فكرة خلينا نفترض أنها الزهرة، الزهرة وين على فكرة بتظهر؟ تظهر بعد المغيب بقليل، أو قبل، أو قبل طلوع الفجر بقليل حسب، يعني مرات إذا الزهرة وانت بتظهر اللي بتكون عبارة عن كوكب مضيء متلألئ، إما قبل الفجر أو بعد المغيب، بعد مغيب الشمس تظهر. فهم إذا كانوا بيعبدوا بالتدريج الصغير بعدين الأكبر بعدين أكبر، اللي هو أكبر أنو؟ أنو أكبر؟ الشمس، الشمس الإله أكبر، الإله أكبر، في أصغر. يبدو إذن فلما جن عليه الليل، إذن الليل إيش عمل؟ ستر كل واحد من اللي موجودين بحيث أصبح مش مرئي من أي طرف، لأنه هو كأنه الليل إيش عمل؟ أنزل أيوة غشاوته عليهم كلهم. فالآن هو مفهمه سيده أو عمه أبوه يعني أنه الآن في عندنا آلهة كذا، في كذا، في كذا، بشوفهن. طيب فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. طب نشوف هون إيش يعني هذا ربي. طب هو إبراهيم عليه السلام أصلا لم يكن من المشركين في أي لحظة من اللحظات، كيف يعني هذا ربي؟ فجوا بعض أهل التفسير إيش قالوا؟ قالوا هذا نوع من إنه هو يقول هذا الكلام مشان يسمع قومه، لأنه دير بكم هو حاضر وين يبدو؟ في العيد هذا اللي هي إيش؟ وواضح هذا الكلام من وين؟ من البداية والنهاية. في البداية إيش قال؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ بعدين في الأخير إيش؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يعني إذن المسألة فيها حضور إيش؟ ولكن الليل إيش بيعمل؟ وهم أكيد ما بيضيئوش إشي، لأنه إذا بتضوي أنت ما بتعودش تشوف السماء، والآن بدهم يتعبدوا للآلهة لما تظهر. وإنت كل يوم؟ لا، ما في أيام معينة لها أعيادها هاي. وإنت وإذا بدك تعلن أنت، وإذا بدك تعلن شو بتستخدم؟ تستخدم اجتماع الناس. كيف لما قال موعدكم يوم إيش؟ يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى. هذه في قضية كان بده يتم فيها إيش؟ مبارزة، لازم الناس تكون واضحة. هون موضوع تاني، بس إذا بده يعلن الآن بده يعلن عم أسمع من مين؟ موجود معهم. والليل لما بينزل بيستر كل واحد عن الثاني، معناته ظلام. إذا مش بدايات، مش بدايات الغروب، لحظة، مش بدايات الغروب. فلما جن عليه الليل، إذا نزل وستره، مش بس هو، كل واحد، ما بعودش الواحد يشوف اللي بجنبه. طيب ومثل هاي الليالي بتكون مظلمة. قال هذا ربي، شو بشان يخرجوا من الموضوع؟ طب ما هو إبراهيم عليه السلام عمره ما كان مشرك، وديروا بالكم هو بعده مش عارف الآن برضه، بس ما كانش في يوم الأيام مشرك، لأنه قال لأبوه إني أراك وقومك في ضلال مبين. واضح أنتم مش هيك، مش صحيح، ومبينة كمان.
إذا مش معقول يكون قال هذا ربي. منهم من قال إذن هو قصده يسمع مشان لما تغيب يغيب الكوكب شو يقول مثلا لا أحب الآفلين إلى آخره، بده يتدرج معهم. هذا مخرج. المخرج الثاني، بس هذا المخرج طبعا بتناقض، هل يجوز للإنسان بمثل هيك أمور إنه يتظاهر إنه هو بيعبد مشان بعدين ينقض؟ وما كانش في يوم من الأيام مشرك القرآن بقول. الاقتراح الثاني الموجود عند بعض أهل التفسير إنه لا، هو كان تائه مش عارف، فلذلك هو لما رأى كوكب قال هذا ربي، فلما أفل بعدين بنشوف أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة، انتبهوا للفاء والفاء والفاء، دليل على أنه المسألة كاينة كلها وين؟ في الليلة والنهار. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنه هو لا، كان فعلا هو ظن إنه هذا ربه، بعدين شاف القمر ظن إنه هذا ربه، بعدين الشمس ظن إنه هذا ربه. وطبعا هذا الكلام مش صحيح. ليش؟ لأنه العقل بيقبلش، إنه هو مش كاين عارف يعني إنه القمر بيظهر وبغيب، يعني هو ما كانش بيعرف إنه القمر بيظهر وبغيب، وهي أصلا لما رأى الشمس بازغة معناته كاين غايبة، هو مش عارف إنه الشمس بتغيب، يعني اكتشف بس هذيك الليلة إنه الشمس بتغيب. معقول هالكلام؟ واحد ذكي زيه وبقول لجده إني أراك وقومك في ضلال مبين، ما باقي عارف إنه الشمس بتغيب حتى استنى بين ما غابت تنتبه. انتبهنا؟ ولذلك شو بعضهم مشان يخرج من الموضوع قال جابوا قصة، تكتشف من القصة عارفين ايش؟ انه ابراهيم عليه السلام في بداية حياته كان معزول في منطقة لا يعرف شيء، وثم خرج من هذه العزلة فتفاجأ بهذه الاشياء مشان يحلوا المشكلة. لان انتبهتوا كيف؟ تجدوا هذه قصة تروى انه كان معزول ومخبى ليش ومعزول ليش وفي هذا المعزل ليش، من صغره لم يرى شمس لم يرى قمر، وكانت هذه أول خروج إله، بيجعلوه كأنه زي إيش؟ ها؟ زي اللي ربته في الأساطير، اللي ربته الغزالة وإلى آخره، وصار هو يفكر وتفاصيله حتى وصل حي بن يقظان وهالتفاصيل هاي كلها، بس هذا في معزل. لا ما مش معقول، هذه في معزل معناته مستشكلين المسألة، إنه لا يعقل هو ما بيعلم إنه الشمس هذه اللي أنا براها ما بتغربش، والقمر اللي الآن برا ما بيغربش، لا هو بيغرب. طيب نشوف إذا كيف بدنا نوفق بين إنه لم يمر لحظة على إبراهيم كان فيها مشركا، وقلنا إنه في القرآن لم يرد وما كان من المشركين في أكثر من طيب إذن مش معقول هذا الكلام إنه قال مشان يستدرج قومه، ولا معقول إنه مش كاين عارف إنه القمر بغيب والشمس بتغيب، ولكن المعقول إنه هو كان معهم في هذا العيد وبيوريك الآن تدر. ولما بتدرس التاريخ بتجد هذا الكلام كان موجود عند الأمم هاي، كيف في بداية الاحتفال بالدين وبعدين بعدين في الأخير بعدين عبين ما تطلع الشمس وبنتظروها عند الغروب. وإذا بتلاحظوا من ضمن الأوقات المكروهة عندنا أن نصلي فيها إيش؟ غروب. الأوقات طلوع الشمس وغروبها، لأنه كانوا يستقبلوها بالسجود عندما تطلع ولما بتغيب طب إيش الحل في الموضوع؟ الحل ببساطة بس نغير طريقة القراءة، بس نغير طريقة القراءة بنحل كل شيء. كيف نغير طريقة القراءة؟ إذا أنا بقرأ على ضوء الفهم الصحيح، بدي أعبر
يعني في فرق بين واحد زي ما قلنا بيقول انا لص، هذا بيثبت انه لص، وبين ما يقول انا لص مع انه نفس العبارة، العبارة نفسها مش هيك؟ بس اذا معناته اضوء فهمنا ايش بيقول الزلمة، بنقدر بنعبر، مش معقول نيجي نروي ونقول قال انا لص، لا هو قال انا لص، قول اذا ندقق مظبوط شو قال، مع انه العبارات ايش نفسها. اذا هو الان معهم وهو اصلا حاكم عليهم انهم في ضلال مبين، والان بده ينكر عليهم في الوقت المناسب. اني مناسب؟ هم اصلا كانوا يستقبلوا هذه الاجرام عند ظهورها وعند مغيبها، يسجدوا لها عند ظهورها وعند مغيبها، تمام؟ لاحظوا الان، الان لما قال موسى لفرعون وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، يعني انك جعلت بني اسرائيل عبيد، هاي نعمة بتمنها علي؟ ولذلك بجوز بعضكم يجي يقراها وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، لا يكون موافق كاين موسى، لا هو عم بقول له ها انك عبدت بني اسرائيل، هي بتمنى علي بهالموضوع. طب ايش اللي ببين المعنى الصحيح؟ كيف بتقراها؟ كيف بتقراها؟ تمام؟ ولذلك الان بدنا نقراها الايات بطريقه مختلفه. هو ما قالش هذا ربي، وانما هو الان انتم متصورين الجو، هو حاضر وين الان مش هيك؟ ومعهم كلهم وبسجدوا لما بيطلع رأى كوكبة، خلينا نفترض انه الزهرة، ما هو الزهرة على فكرة بيظهر بعد مغيب الشمس بشوي، بعد مغيب الشمس قلنا انه بيظهر احيانا قبل الشروق واحيانا حسب موقعها، يعني قبل بعد الغروب، يعني لما بتبدأ الدنيا تظلم بيبدأ يبين الزهرة. هم الزهرة اكيد هم لو افترضنا انها الزهرة زي ما ممكن افترضوا كثير من اهل التفسير، نقول معناته انتظروا الظلام في لحظة معينة بيعرفوا ما انت يتقدموا بالعبادة. طيب فلما جن عليه اللون رأى كوكب، هالكوكب اللي قال له عنه سيده، قال هذا ربي. شو الرب هذا؟ انتبهتوا الآن؟ هيغيرنا بس طريقة الكلام. فلما جن عليه الليل قال هذا ربي، ما هو قايل له أبوه إنه وهم جايبينه ليش؟ فلما أفل، وهنا خلينا نتوقف شوي، هم كانوا بيعتقدوا إنه الأفلاك هاي، ما هو إذا ما عرفناش على فكرة الخلفية التاريخية للمسألة مرات ممكن ما نتصورش المعنى، كانوا بيعتقدوا إنه هذه الأرباب الصغيرة واللي أكبر وأكبر، أما الله إشي تاني اللي خلق هذاك الله سبحانه وتعالى مفوض لهذه الآلهة، كانوا بيعتقدوا إنه في 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 أول ربع من إشراقها بتكون أقوى ما يمكن إيش التأثير، ولذلك تجدهم إيش بيعبدوها وبتمنوا به. ولحد الآن اللي بدرسوا الأبراج هاي بتلاحظوهم شو بيقولوا، ما هم متأثرين بالعبادات القديمة هاي الوثنيات، قصة الأبراج اللي بتشوفوها، كم قال بعض الناس بجوز لي أنا أقرأ في هذه الأبراج ولو هيك، يعني عارف إنها مش صحيحة. إيه ما دامك عارف مش صحيحة لا إيش تقرأ، معناته لابد عندك شوية هيك في داخلك أنك بتقرأ، أما لو كنت عارف إنها مش صحيحة كان ما ما ما, ما تتقلب على طول، أما دليل إنك ممكن تتأثر. طيب لذلك بيجي بقول لك انت وانت مولود ايوه، بقول لك مش بس اليوم، واذا بتعطيني الساعة كمان، ليش؟ مشان يشوفوا الجرم الفلاني اللي اثر عليك زحل مثلا وين كائن موجود، شو قوة تأثيره، افهمها، شو قوة ايش تأثيره. اذا تأثيرها هذه الافلاك حسب وين انت في اي وقت،
ولحد الآن تلمسوها تماما في إيش؟ في شعوذات المشعوذين اليوم اللي بسموها الأبراج، واللي طبعا ممكن تأخذ اليوم شعبية أكثر من وهم مش مدركين إنها وثنيات من أصله وتقليد للوثنيات القديمة، والاعتقاد إنه هذه تؤثر أصلا ولها تأثيرات. ولذلك وين تنولد معناته كاين زحل، وين المشتري، وين كاين، وين كاين بحسب لك إياها. والعجيب قال في منهم في الراديو بتلاقيه على طول بيعطيك الجواب، شيء عجيب يعني بتحتاج دراسة الشغلة. هون هذا ربي، فلما أفل، وإلهم تقريبا إيش طقوسه، إيش بغيب طقوسه، إيش بغيب، قال معناته عم اسمع مين؟ لا أحب الآفلين. وعلى فكرة كلمة أفل مش معناتها غاب فقط، هو لا لا نقول، لأنه ممكن يكون في غايب بدون ما يكون أصلا حاضر، في غايب بدون ما يكون حاضر ما بنقول أفل، إلا لما يكون حاضر وبعدين إيش يغيب. إذا وين نستخدم أفل؟ كل ما هو غائب آفل، لا كل ما هو غائب آفل، لا. ولو وين بكون أفل؟ لما بكون ظهر أول وكان له حضور ثم يغيب، نستخدم تعبير إيش؟ أفل. لذلك حضارات ممكن تقفل، تكون موجودة أصلاً هالحضارات بعدين تروح. إذا انتبه، إذا هو مش أي غائب آفل، مش أي غائب آفل، يحضر أول ثم يغيب. إيش قال إبراهيم عليه السلام؟ لا أحب الآفلين. أيوة، هون شوفوا فطرته الآن السوية، هون التقى قناعته بإيش؟ بعواطفه. وذلك الناس اللي بتناقضوا أحيانا عاطفتهم مع عقلهم، هذا معناته في عندك خلل. انت الأصل في عاطفتك وين تروح؟ مع، فلما يصير في انسجام بين عقلك وعاطفتك معناته صادق أنت تماما. إذا ما صارش هذا معناته بدك تربية وترويض، بدك تربية وترويض، تربية وترويض، مشان يصير في انسجام بين عقلك وعاطفتك، عقلك وعاطفتك. هكذا واحد يسلم جديد أمريكي بريطاني فرنسي، نجم كله الزنا حرام، الزنا حرام، بقول لك هو الله قال الزنا حرام، الله قال خلاص خلاص من زنيش، ما هو الله قال حرام، هو أسلم الزلمة، لكن بعدهم عشان عاش في بيئة أمه وخالته وعمته وجارهم وإلى آخره، يعني شغله وأبوه وجده كلهم مع هاي، بالتالي مش متعاطف ضد الزنا هو، بس خلاص الله بقول، الله بقول حرام حرام، لكن فيش عواطف. لكن بعد فترة من لحظة التربية والتربية 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 بصير إيش؟ بصير زيكم، مش بس مقتنع إن الزنا الله حرمه، وكمان إيش هذا؟ بتلاقي عواطفه كلها وين؟ في هذا الاتجاه. وذاك الصدق معناته انسجام صار بين عاطفتك إيش وعقلك، صار في انسجام بين الاثنين عاطفتك وعقلك. طب ممكن يكونوا عاطفتي وعقلي رايحات في ممكن عاطفتي رايحة في محل وعقلي يسيطر ويقول لك الله بيعاقبك، بس عاطفتي لحد الآن مش مروضة، عاطفتي مش مروضة بدها ترويض. بتصير وبصير بيجي من أولها إيش قال؟ لا أحب الآفلين. هذه مش قضية عقلية، هو من القضية العقلية من أول ما قال لجده شو قال له؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين، مش هيك؟ الآن لا أحب، وهذه كمال الهداية على فكرة، إنه ينسجم عقيدتك مع عواطفك، وهذا هذا هذا بيساعدك كثير، هذا بيساعدك كثير. موضوع إنه تصير أنت ما تحبش الإشي، ليش؟ لأنه الله محرمه فتكرهه، لأنه الله محرمه، وبتصير تحبه لأنه الله سبحانه وتعالى آمر فيه، تمام؟ قال لا أحب الآفلين، وهذه وقعها على قومه اللي به كلهم قاعدين بتعبدوا ماشي الحال وبيحبش. فلما رأى القمر بازغا، إيش يعني بازغ على فكرة؟ البزوغ شو هو؟
البزوغ فيه معنى فيه اثنين يعني امرين مع بعضهم. الامر الاول الشق ثم الظهور. وذاك انا بذكر واحنا صغار بقى لما الواحد يطلع سنه هيك شوية شو يقولوا بزغ سنه، بطلوا يستخدموها الناس اليوم. ليش بزغ؟ بيكون شق، بدأ يشق اللثة او اللثة اذا بدنا في اللغة العربية الصحيحة، اللثة بدأ يشق ويظهر. اذا هو شق مع ظهور بزغ. طب بشق ايش القمر؟ بشق الظلمة وبيظهر. معناته اذا بدنا تنسجم المسألة مع الكلام اللي قلناه، اذا كانت الزهرة هي الاولى، طبعا على فكرة ليش سميت زهرة؟ لانه فيه معنى الاستنارة، استنارة، لانه الكوكب النير ازهر، كوكب النير ازهر. لاحظها. اذا البزوغ فيه ايش؟ شق الظلمة. القمر في اول امره بيكون عم بشرق من وين؟ من الغرب. بعدين بصير ويشرق من وين؟ من الشرق. تعرفين ليش؟ لانه هو لاحظوا اول الشهر بيطلع شوية وبغيب، بيطلع وبغيب، بيطلع وبغيب. لاحظها. بعدين بصير يطلع. انتبهت من وين بصير يطلع؟ بصير يطلع من الشرق. وهذا منسجم اذا بدنا نتصور انها الليل ليلة طويلة، بيكون اول شيء وهم بيتخذوها واصلا ليلة مناسبة تجتمع فيها الالهة. ومين بيختمها؟ اكبر. ومين اكبر عندهم؟ كان عند الكلدانيين بالذات، على فكرة عند الكلدانيين كان الشمس اكبر، وعند الفراعنة كان الشمس اكبر، عند العرب كانت القمر اكبر. ود تمام؟ لاحظوا. فلما لاحظوا رأى القمر بازغا، عرفنا شو بازغ، قال هذا ربي. طب ليش فلما أفل؟ لأن قلت دائما عندهم العبادة بيكرروا السجود والتفاصيل وين؟ لما بيظهر ولما إذن هم في الوقت اللي عبروا فيه إنه هذا ربهم بالسجود إله، وانت بيعبروا فيه لما ببزغ ولما بقفل. ولذلك الأوقات المحرم علينا في أو مكروه فيها الصلاة، وعند أبو حنيفة محرم كمان، مش هيك؟ عند ظهور الشمس وعند مغيبها. تمام؟ هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذا الله مش، إذا معناته هو مش عم بيقبل هالكلام. إذا الله ما بيهديني بكون من هال. قلنا إنه كانوا بيؤمنوا إنه هذه الكواكب لها تأثير. وين لها تأثير؟ عند بزوغها، وخصوصا في أوائل بزوغها. ولما تغيب وهي بتغيب بضعف تأثيرها. وين بتلاشى؟ لما تغيب. فبودعوها. إيش الرب هذا اللي ما إله إشراف مستمر؟ لاحظها. ما هو رب. شو يعني رب؟ مربي لعباده، يدبر أمورهم، يشرف عليهم. ولحد اليوم بنسمع إحنا من المنجمين إنه إلها تأثيرات مختلفة. فلذلك هو لما قال لا أحب الآفلين، إيش الرب هذا اللي يغيب؟ لحظة. يعني بيظهر فيكون تأثيره قوي قوي قوي، ثم يضعف في آخرها، ثم يتلاشى، ويتلاشى مع إيش؟ تأثيره. ليكون الرب هو فوض لمثل هذه الآلهة التي تغيب وتفقد تأثيرها. ما هو هذه اعتقاداتهم ولحد الآن موجودة في موضوع الأبراج وهالتفاصيل اللي ناقلينها عنهم. هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن الآن بده يطلع أكبر.
بتكون ايش؟ معناته الان العبادة في اوجها، وكانوا بيعبدوه في حالات تطلع في كبد السماء وبتغيب، بكون ايش؟ بلغ العيد عندهم اوجه اوجه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر، اللي بتقولوا عنه. اذا مش زي ما بيقولوا انه هذا ربي هذا اكبر، لا يكون مش كان شايف الشمس هو، لا هذا اكبر اللي بتقولوا عنه، ما هم اكبر اله، اله اصنام على الارض، اله اصنام على الارض، الزهرة الها اصنام، والشعرة الها اصنام، والقمر اله اصنام، واكبر اله اصنام الشمس. اللي بيعبدوه كان شايفه، لما قال له أتى قال لأبوه، قال إبراهيم لأبيه بشيك أتتخذ أصناما آلهة، معناته تعال نوريك هذه الآلهة ما نوريك إياها، هذا هذا أكبر، أكبر بيمثل مين؟ يفهمها، ما هو الأكبر إله موجود صنم على الأرض، إله صنم على الأرض، والزهرة إلها، وهذا إله وهذا إله، والمعبد موجودات أكبر، هو بيعرف هذا الصنم أكبر. ها فلما رأى الشمس بازغة مهمة سجدوا لها، هذا ربي هذا هذا أكبر. ولما أفلت هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. هذا هو الهن. إذن هو ما كانش في لحظة عم بيقول إنهن ربي، هو هو بيستغرب، انتوا هاي هي اللي بتعبدوها اللي عاملين لها اصنام في المعبد، هذا ربي هذا اكبر. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. ولذلك بعد شوية وحاجه قومه، اذا المسألة وين؟ اذا معناته فعلا هو المسألة مسألة، لأن صاروا إيش؟ لأن بدهم يدافعوا، صاروا بدهم يدافعوا ويحاججوه، وخاف بلاش يبطش فيك زحل، بلاش يبطش فيك أكبر، بلاش يبطش فيك كذا، بخوفوه. لذلك شوف الآيات اللي بعدها بتبين أنهم صاروا يخوفوا فيه من الآلهة، إيه؟ خصوصا إذا كان قرايبه موجودين، شو اللي تعملوا يا إبراهيم؟ بلاش هكذا تسخطك أكبر، بلاش تسخطك، مش هيك؟ اللي هو وبتبين هاي في الآيات اللي بعده لما بيبدوا يحاجوا ويخوفوه. اللي بعدها مش مباشرة الآية اللي الآن اللي بعدها مباشرة، وإذا به بيقول إني وجهت وجهي، هم بيعترفوا على فكرة بالذي فطر السماوات والأرض، هم بيعترفوا بس بيشركوا. ولا شو معنى إشراك؟ شو معنى إشراك؟ يعني مع الله في شيك. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هم موافقين مع على اللي فطر السماوات والارض حنيفا. وما انا من المشركين. اذا هو مدرك تمام انه هذا الشرك، والاصل انه يتوجه الى الحي القيوم الذي يمسك السماوات والارض ان تزول، قيوم دائما لا تاخذه سنه ولا نوم، مش بيكون له تاثير وبعدين بتخف التأثير وبعدين بغيبوا ما بعدش له علاقة، ايش هذا؟ لا، اللي فطر اني وجهت وجهي، وبذكرهم بإشي بيعرفوه اللي هو اللي فطر وبيعترفوا فيه، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. طب نيجي الآن شوية، طب وحاجه قومه، انتبهتوا؟ إذا كل المسألة وين كاينة؟ المسألة وين كاينة؟ كاينة في 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 يوم معين، في أعياد معينة، وعلى مسمع منهم. وين كان يتكلم؟ لما يكونوا متلبسين، متلبسين بإيش؟ بالعبادة. وبإمكانكم تتصوروا صيحته هم بيسمعوه في هالليل وهو بيعترض،
مثل هذا الشخص هكذا يرقى يرقى يرقى، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لي ولي ولي وليكون. خلينا عند خليل، لما قال الله سبحانه وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، في خليل ثاني لا الله؟ في خليل ثاني؟ ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، أيوة، إن صاحبكم عن نفسه، لأنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. هذا في صحيح مسلم وغير مسلم. لو كنت متخذا خليلا، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم، مش قال لهم وما صاحبكم بمجنون؟ إذن لما الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن صاحبكم بقصد مين؟ وفي الحديث نصه قالوا يعني نفسه، وإن صاحبكم خليل الله. ولذلك بتلاحظوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ليلة الإسراء والمعراج لما عرج فيه لنريه من آياتنا. وفي واتخذ الله إبراهيم خليلا، إيش خليل؟ لحظة، قالوا بعض الناس بعض العلماء إنه أعلى المراتب في المحبة والاصطفاء هو الخلة أو الخلة، عفوا ليست الخلة، الخلة بضم الخاء، أعلى مراتب إيش؟ المحبة والاستفاء أعلى شيء. طيب لما بتكون أعلى شيء في الاستفاء المحبة والاستفاء إيش بيحصل؟ لاحظوا إيش بيحصل؟ تفتح له الأسرار ويطلع على حقائق الوجود. ليش؟ لأنه هو أصلاً، لاحظوا احنا ليش بنقول مرات مثلا خلل، خلل في الشيء معناته صار في فرجة، هيك صار في فرجة منعت يكون في التماسك، مش هيك؟ الخلل في الشيء معناته فرجة منعت يكون في تماسك، نقول صار في خلل، لانه هو اصلا فيها معنى الانفتاح. هون في هذا الباب الانفتاح على من تحب وتصطفيه، شو بدك تنفتح عليه بايش؟ هو فيضات ربانية الان بده يطلعوا على اسرار لا يطلع عليها غيره من البشر. لذلك انت غالبا اذا عندك سر بدك تقوله، خلينا نقرب الصورة مصغرة، بدك عندك سر بدك تقوله لمين بتقوله؟ لخليلك. خليلك ايش؟ تنفتح معاه، لاحظوا، تنفتح معاه وكل الأسرار عنده. فمعناته هذا كون القرآن ينص أنه اتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليل، معناته الأسرار اللي هي بالنسبة للبشر، للبشر ما ممكن يتوصلوا لها في أسرار الكون وأسرار الملكوت، بالنسبة لإبراهيم الله سبحانه وتعالى جعله يراها، فتح له عالم الأسرار، هدمت الحواجز، رأى. والرسول صلى الله عليه وسلم حصل معه ولا ما حصل؟ ورأى أمور ليكون كذا وكذا وكذا ومن الموقنين. من ضمن ليكون إنه لما تفتح عليه الأسرار خليل إنه أصبح الآن مكشوف له، صار واضح الآن. وكذلك نري، بدت بإيش؟ بدت بإنسان ذكي، ذكي الفؤاد، بصيرته مستنيرة، ما ممكن يكون هذا هو الرب، ولا ممكن اللي فطر السماوات والأرض يتخذ شركاء، اللي بده يعبد لابد أن يكون له قيومية مستمرة، أما بيظهر بيأثر بغيب بروح تأثيره،
هذا كله مثل هذا هيك بدأ الله لحظه وكذلك نري. معناته المسألة مسألة ايش؟ مستمرة وتصاعد تصاعد 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 لينكشف له كل الأسرار الكونية. إذا إبراهيم عليه السلام على فكرة كان مكشوف له حقائق الملكوت، والملكوت بالنسبة للخالق مش بس ملك، هو يرى ملك الله وتدبيره ويرى سر التدبير أسرار التدبير، لأنه المسألة تتعلق بالإشراك في إيش؟ في التدبير والربوبية. فمعناته كشفت له أسرار الملكوت وحقيقة من المدبر وكيف يدبر. كان هو من ضمن أسئلته في يوم الأيام عليه السلام أرني كيف تحيي الموتى. وأيضا لحظة إبراهيم عليه السلام مش من قليل كان الاختبار له اذبح ابنك، وفي المنام كمان في المنام ترى، وعلى طول بده يذبح، لانه اللي وصل فيه الامر انه كل شيء صار لحظة خليل. ايش يعني خليل الرحمن؟ يعني يا خليلي لحظة تفضل، شفت هذا هو الملكوت، هذه هي الاسرار، هذا هو الخالق وكيف يدبر خلقه. كان على علم بقوانين الكون والسيطرة الربانية والربوبية والتدبير، كله هذا مكشوف له. فلما يقول له في المنام اذبح ابنك، منام بس الساعه مش مباشرة كمان، منام على طول على طول. ليش؟ لا كله بالنسبة له واضح، مش بس هو والرسول صلى الله عليه وسلم من هون. اذا هو في البداية لاحظوا هذه، انا بعتبرها زي جملة معترضة. كيف يعني؟ واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين فلما جن عليه. طب واللي بين هاي بدي يقول لك انتبه كيف انه احنا من نرتقي بابراهيم. ليش بنرتقي فيه؟ مشان يصبح خليل ومن الموقنين. انو ايقان منهم؟ احنا سبق ميزنا في بعض الدروس بين علم اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هدول مراتب بهذا الشكل. علم اليقين بعدين شو بتيجي؟ عين اليقين، اخر شيء حق اليقين. حق اليقين، حق اليقين بيكون معلوم التفاصيل كلها، ولذلك لم ترد حق اليقين الا في حق الخالق بس. حق اليقين بس في حق الخالق، معاينة الشيء بس مش بالضرورة شيء بعينه انا اكون مدرك كل خصائصه. مش كل شيء بعينه بكون مدرك كل خصائصه والتفاصيله. فاذا كنت مدرك كل صغيرة وكبيرة فيه شو بصير؟ حق اليقين. ولذلك اذا وكذلك، شوفوا كأنه بيقول معناته يا محترمين، هو الله بيصطفي مين؟ بيصطفي مين؟ انتم بتحسبوا انه الاصطفاء يعني انتهى؟ هذاك النبوة والرسالات. بس اليوم ما بيصطفي دعاء، بيصطفي دعاء وبيصطفي ناس في الإيمان. من أعظم الكرامات، أعظم الكرامات اللي ممكن تطلبها وتحصل عليها الإيمان. طب ليش في ناس بيصطفيهم للإيمان وناس لا؟ ليش في ناس مؤمنين وناس لا؟ والمؤمنين أشكال وألوان. ليش في ناس ما بيسألش يعني مؤمن بس ما بيسألش لا بأمر معروف ولا بنهي عن منكر، وفي منه لا مستعد يأمر بمعروف وينهى عن منكر في سبيل الله ولا بروح فيها؟ هذا مستوى. ويبدو على فكرة كل ما دخلت في مستوى، انتبهوها مهمة، كل ما دخلت في مستوى صرت مؤهل للي بعده للي بعده للي بعده، بعدين بصير تنكشف لك الأمور. بس مش زي إبراهيم عليه السلام، أنا خليل. شو يعني خليل؟ ما فيش عليه إشي مخبى. شو يعني خليل؟ ما فيش عليه إشي مخبى. ولذلك إبراهيم عليه السلام إذا بتلاحظوا في القرآن وفي بقى كل الأديان اللي بتقول إنها سماوية له مقام، لا مش لأي نبي ثاني، مش لأي نبي ثاني إبراهيم، حتى تسمى الديانات إيش؟ الإبراهيمية. المهم يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. نشوف حنيفا باختصار
هو وين تبكون الإنسان حنيف؟ لما دائما لاحظوا في الحنف وفي الجنف، وهذا أنا قصدي الثنتين هذول جبتن ليش؟ مشان ما تنسوش إن شاء الله، لأن إذا فهمت الأولى وفهمت الثانية خلاص ركبت. في الحنف وفي الجنف. فمن خاف من موص إيش؟ جنفا أو إثما. لاحظوا الإنسان اللي بتصير فطرته بهذا الشكل دائما ميال للحقيقة بعيد عن الباطل، هيك صار، هيك هو يعني ينفر من الباطل ويميل دائما للحق. وين بيشوف الحق؟ على طول. وين بيشوف الحق؟ على طول. وين بيشوف الباطل؟ أعوذ بالله. انتبهوا لها هاي الميل، انتبهوا ده. وين في باطل؟ أعوذ بالله. وين في حق؟ يقبل هذا الحنيف. هذه سهلة بالك تكون؟ هذه في مرحلة انتبهتوا هذه سهلة؟ والجنف ايش هو؟ بيعرف الحق بروح للباطل، عكس ايش؟ بس قيموا النقطة، حط نقطة. اذا الحنف ايش؟ الميل من الحق، من الباطل الى الحق. يعني ايش؟ الميل عن الباطل ما بيقبلوش، ودائما ميالنا وين؟ ولذلك اليوم انتبهوا، انتوا بكيدكم اليوم انه في ناس يا سبحان الله بنقادوا للباطل بسهولة ويسهل خداعهم. ليش؟ لانه الله ما بده يهديهم. ليش؟ لانه بيكونوا بيعرف دواخلهم وبيعرف سلوكياتهم، ممنوع خليهم يروحوا يعبدوا الباطل، يعني بمعنى بيرفع هدايته. فبالتالي انتوا ليش بتكونوا دائما حايصين؟ عجيب، شمعنا في ناس يعني بسهولة بياخذوا الباطل وبيسمعوا للباطل وبيمشوا معه؟ مين قال لك بسهولة؟ هذا لانه مسلف مسلف مسلف. وفي ناس يا سبحان الله بيميزها على طول، بيميزها على طول، بتلاقيه دائما باطل بتلاقيه نفر، حق على طول اقبل. هذا الحنيف انه يوصل حنيف هاي ببلاش. ولذلك هذول اللي ما بيجاهدوش انفسهم بيقعوا بمصائد الشيطان والشياطين اللي تمنع الارض الان، تمنع الفضاء، الارض والفضاء، الشياطين. ليش في ناس بتأثروش وناس بنساقوا؟ ليش في ناس وساوس الشيطان بتشربوها وناس من اول ما بتيجي الوساوس مرفوضة؟ هذه بدير بالكم، ها هذا في ثواب دنيوي مش بس اخروي، من الثواب الدنيوي بوهبك الهداية. بس ديروا بالكم المسألة كيف بتتم؟ صعود صعود. لذلك في فرق كبير بين من ينكر الباطل ويسكت وبين من ينكر الباطل ويضحي من اجله. هذا اكيد رح يرتقي لاعلى، لا اعلى، هذا اذا ظل موجود لا اعلى، ماشي؟ حتى يصبح ايمانه لا يهز شيء، وتبدأ حقائق الامور تتجلى امامه. فهذا بيفسر لكم اذا احيانا بفسر ليش بعض الناس اذا بميل للباطل بمجرد ما سمعوا، وناس بميزوه تماما وعلى طول على طول بيقفروا بتلاقيهم كره. انسى ليش؟ لابد. والبرنامج التربوي اللي بضعه الإسلام، البرنامج التربوي اللي بضعه الإسلام للإنسان، هذا صلاة، هذا صيام، هذا ذكر، هذا كذا، هذا قراءة قرآن، هذا تدبر، هذا بصنع. ثم إذا فيش ممارسة فيش الجسد، النفس زي الجسد، الجسد بده ممارسة مشان يقوى، والنفس بدها ممارسة حتى تقوى. الفكرة التي لا تعمل تموت، زي الجسد، الفكرة التي لا تعمل تموت في النفس، والجسد الذي لا يعمل شو بصير فيه؟ انتبهتوا كيف؟ تماما. وبالتالي اكثر الناس ايمان، اكثرهم سلوك والتزام وعمل فيه. حنيفا وما انا من المشركين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.